الليزك التفصيلي، الكاستم ليزك، الاتش دي ليزك، كلها مسميات لنفس العملية، عملية من أفضل العمليات اللي تم اختراعها. كاستم يعني مفصل، يعني فصلت ليزر على قد الضعف اللي موجود عندك بالظبط. ده بيعمل ايه؟ بيصلح مقاسات طول النظر وقصر النظر بتاعتي، بيصلح الاستجماتيزم المرتفع عندي بدقة، وبيصلح التشوهات البصرية اللي موجودة في القرنية. ودي العملية المعتمدة من وكالة ناسا لرواد الفضاء بتوعها، العملية الأكثر طلبا والعملية الأكثر دقة والعملية اللي غيرت حياة ناس كتيرة جدا ما كانتش متاحة في وقت سابق.